مساء الخير، ومثل ما عودناكم كل يوم ثلاثة من كل أسبوع عم نكون بحلقة لايف مباشر على الهواء حتى نحكي عن مواضيع بتهم الجميع. اليوم موضوعنا المرأة الحامل، ومثل كل مرأة بتمرق بفترات من حياتها بتكون هي فترات فرح، لكن بنفس الوقت بتنعكس سلبا عليها، على بشرتها، على جسدها، لكن فرح الولادة هو بيطغى على كل شيء. اليوم بدي أقول أنا الحمل هو شغلة لابد منها، هي شغلة بتبعث بالفرح عند السيدات، لكن بيسوى نكون من النساء الحوامل، لكن نعتني بحالنا لحتى نتجنب المشاكل اللي بتحصل من وراء الحمل. مثل ما أنا بقول دايما، الأولاد هن مشكلة بالنسبة للأم من حيث المشاكل اللي بتصير على جسمها، والأم هي ضحية ولادها. بقدر ما بتنجب بقدر ما بيصير في عندها مشاكل. كرمال هيك منلاقي بعض عريضات الأزياء ما بيتجوزوا، ما بيحملوا إلا بعد ما يتخطوا سن 38-40 سنة، لحتى يضلوا يستفيدوا من حياته المهنية قبل ما يخرب جسمهم من بعد الحمل، وخاصة الحمل المتكرر. مثل ما عم نشوف اليوم عند المرأة الحامل تقريبا بالشهر السابع، مرقت بعدة مراحل للحفاظ على بشرتها ونمنع الترهل اللي بيصير بعد الحمل، ونتجنب قدر الامكان ظهور التشققات، اكين بالصدر، اكين بالارداف، اكين بالبطن، والاهم من هيك هو الجفاف اللي بيصير على البشرة او الكلف يلي بيظهر، يلي من خلال استعمال الماسك اللي منحطه على البشرة لتحفيز الكولاجين. شو بيعمل هالماسك يلي لازم كل مرأة حامل تلجأ إلى وضعه على بشرتها لتحاول قدر الإمكان تستعيد عن الجفاف يلي بيصير ببشرتها من وراء انقطاع هرمون الاستروجين خلال فترة 9 أشهر أو أكثر، أو قد بيكون سنة سنة ونص، لأنه ما يلي الحمل هو الرضاعة، بيكون الاستروجين واقف وبيكون في عنا جفاف بالتالي. لحتى ارجع اوضح لكم، الاستروجين هو الهرمون النسائي بامتياز، هو اللي بيخلي البشره تكون نضره، تكون ويل هايدريتد، بيعطي حياه لبشره المراه، وبيعمل عده اشياء بتساعد المراه على انه تحس بكيانها وتحس بانوثتها. لانه مثل ما بنعرف كثير من السيدات بس يوصلوا لسن الياس، يعني بعد سن 48-50 سنة اسمه سن اليأس، وما سموه سن اليأس بس هيك، لأنه فعلا بيسبب يأس عند المرأة. وقت ما بيوقف الاستروجين بتحس انه بشرتها بتترهل بسرعة أكتر، بيصير في عندها تغيرات بجسمها، بيصير في عندها مشاكل ما كانت بحياتها تحسون، خاصة على صعيد أمراض القلب، على صعيد أمراض الكلى تزداد. ومثل ما بنعرف نحن عند الرجال أمراض القلب هي أكثر من عند النساء، كل ما هي المرأة تحت سن 50. أما وقت ما بتتخطى سن اليأس بيصير نسبة أمراض القلب عند الرجال مثل عند النساء، يلي هيدي شغلة لازم تعرفوها كتير مهمة. أما قبل سن 50 عنا كل 100 رجل لحتى يقابل مرأة وحدة يكون عندها مرض القلب. تصور قديش في نسبة مرتفعة عند الرجال مقارنة بالنساء قبل سن 50، لكن بعد سن 50 بيصيروا مثل بعض. اليوم يلي عم نعمله هو وضع الماسك على بشرة المرأة الحامل، بنعملها 4 مرات خلال فترة الحمل، كل مرة بنبقى 3 ساعة ل25 دقيقة. الماسك من خلال استعمال الريد ليد لايت بيشتغل على تحفيز الفايبروبلاست اللي هن الخلايا الرئيسية بالبشرة،
يلي بيقدروا يحولوا الإلاستين والكولاجين ليقدروا يستعملوهم بالخلية، وبالتالي هون بنكون عم نحفز وننشط الكولاجين لحتى تكون البشرة نضرة تقدر تشد، وبنفس الوقت ما يصير في عنا كلف وهايبر بيجمنتيشن وتصبغات بالبشرة. مثل ما كثير منكم بيعرفوا انه فترة الحمل بتصير في عنا تصبغات بالبشرة، خاصة بعالمنا العربي، خاصة عند الحوامل يلي بشرتهم سمرة بتزداد التصبغات. تجنبا لهالظاهرة يلي هي فعلا مزعجة ولا تاريخ اليوم ما إلى بعد علاج، بنقدر نلجأ لبعض العلاجات يلي هي جدا بسيطة بتوقينا من ظهور الكلف والتصبغات على وجوه النساء الحوامل، ومنقدر نتمم وجباتنا العائلية والولادات المتكررة مع الحفاظ على بشرة مشرقة على وجه مشدود من دون صير في ترهل على عمر مبكر. الوجه لازم نحافظ عليه، ومين قال انه مش لازم نحبل، ومين قال انه مش لازم السيدات يجيبوا عيال؟ ابدا لازم يجيبوا عيال، لكن العناية ثم المحافظة ثم العناية بالبشرة هي ضرورية لتجنب المشاكل اللي بتحصل عند السيدات الحوامل. ما بدي اقول انا هي صغيرة وحلوة شو بدها بالماسك وشو بدها بتحفيز الكولاجين. صحيح هي صغيرة وحلوة، لكن بفترة الحمل بيتعب البشرة بتتعب. كرمال هيك هالعلاج هو لازم نلجأ له على عمر صغير، ونقدر نكبر سنا مع المحافظة على هالبشرة يلي لازم تبقى عطول مشدودة ومشرقة، لأنه الحوامل عادة بيكونوا بين سن العشرين والأربعين سنة. إذا بهالفترة ما عم نحضر حالنا للشيخوخة إنه نشيخ بشكل مرتب من دون ما يكون في ترهل كتير قوي، أكيد بدنا نصير على عمر الأربعين والخمسة وأربعين سنة ويكون في ترهل مزعج وما بنقدر نتخلص منه إلا بأشياء تكون more invasive. اليوم هالماسك هو بيقدر من خلال بعث موجات الانفرالايت لجوا على البشرة بيقدر يحفز الفايبروبلاست والكولاجين بالتالي والإلاستين، وهيك بيصير في عنا إشراق بالبشرة، بيصير في عنا ترطيب كتير مهم، وبتصير البشرة مشعة مثل ما حنشوف بعد شوي. أنا عادة عند الحوامل ما بلجأ بس للماسك، مثل ما كمان سبق وعملت لها لمدعم حوراني، عنا حقن السبرمالاين، عنا البيبي سكين يلي هولي كمان بغزوا البشرة بالإلاستين، وبالتالي هون مع وضع الماسك بنلاقي الإفكت بيكون دبل وبيصير فيه شد بخلايا البشرة و بينعكس إيجابا على نضارتها على رونقها على إشعاع البشرة، وبتصير فعلا متكاملة من دون ما يصير في عنا كلف وتصبغات يلي هن دليل جفاف. يعني كمان ما بيكون عنا جفاف، كرمال هيك ما بيكون عنا تصبغات وكلف، وكرمال هيك ما بيكون عنا ترهل. يعني ما بدي أنا تكون المرأة حامل ووقت ما بتولد كمان بيصير عندها فقر دم وبيصير لون وجهها أصفر وشاحب، العالم بيكونوا عم بيهنوها وهي شكلها كأنه كتير تعبانة. ما بدنا بقى نوصل لهالشي لأنه هيدا كله بينعكس سلبا على بشرتها. هلأ اللي حنعمله هو حنحط بعض الكريمات على البشرة يلي هي بتعطي ترطيب للبشرة من بعد استعمال الريد ليد لايت على بشرتها. نستعمل هالكريم يلي بيقدر يعطيها هالرونة ويقدر يفوت على الخلايا من بعد
هل الماسك وهيك بنكون غزينا البشرة بي اللي هي بحاجة لإله. لأنه الماسك بحد ذاته بيفتح المسامات لحتى تفوت الأشياء اللي بدنا نحطها. وهلا بنشوفها بعد دقيقتين من الوقت بتلاقي البشرة كلها غذاء، كلها نضارة، كلها جمال، يلي هي عادة لازم تكون فيها جفاف، وهيدا اللي نحن بنبتعد عنه. أما على البطن بمنطقة الصدر ومنطقة الأرداف، هون العلاجات تكون مختلفة باستعمال الكريم الألترا هيلينج يلي بيقدر يعطي مرونة للبشرة. مثل ما تعودنا يعني الناس بيكون عندهم بطن لازق بظهره، وفترة بيصير عندهم حمل، هالحمل بيصير يكبر مع الوقت لدرجة انه الجلد ما بقى بتمغط، لانه الجلد مطاطة لكن في إلى حدود، وقت ما بتفتح لدرجة ما بيعود في حدود بتصير تتملع، وبالتالي مثل الكنزة يلي بيصير في عندها مثل انفصال بجدار الجلدي، بصير في تملع لدرجة انه بصير في عنا استرية، بيكونوا تشققات لونهم احمر، مع الوقت بصير لونهم ابيض، لكن هودي التشققات ما بقى بيروحوا. نحن الهدف انه نتجنب هالمشكلة، وفينا نستعمل عدة اشياء. انا بستعمل الالترا هيلينج اللي اشتغلت عليه بسويسرا بالمختبرات عندي، اللي هو بيلعب دور كتير مهم لإعطاء مرونة للبشرة لحتى تكون مطاطة أكتر من العادة من دون ما تتملع، لأن وقت ما بصير في عنا تشققات بتكون خربت الجلد، وحتى بعد ما نولد بضل في ترهل وبضل في مشكلة بالبشرة، وهيك بنكون تجنبنا. لكن المنطقة البطن، منطقة الهونشيت او اللاف هندل، الارداف، وخاصة الصدر بهالمناطق يلي منشوفها تقريبا هون، منلاقي بصير عند بعض السيدات، اذا بتقعدي شوي عند بعض السيدات منلاقي صار في تشققات على هيدي المنطقة. ومثل ما بنعرف بس يكونوا السيدات لبسين هيدي المنطقة هي كتير مهمة، قديش بنقدر نحافظ عليها، قديش افضل لحتى نقدر نتمتع ونحس بانوثتنا افضل. لانه بس تخرب هاي المنطقة ما بقى في إلها بديل، ولا بقى نقدر نعالجها، حتى بالرغم من الجراحة وتطور الجراحة التجميلية ما بنقدر نستبدل هيدي الجلد بالصدر بجلد اخرى. البعض بيعتقدوا انه زرع الجلد وكذا، ابدا، بس حدا يحكي عن الجرافتينج وعن زرع الجلد، هيدا هو تشويه، هيدا ترميم بحد ذاته، ما فينا نلجأ على هالاشياء. لكن منطقة الصدر والبطن واللاف هندلز والأرداف بيلعب دور كتير مهم بحياة السيدة وأنوثتها وثقتها بنفسها لبعدين. الحمل هو واجب على كل سيدة، هي فرحتها، هي لذتها بالحياة، لكن قديش منقدر نحافظ على هالاشياء مرارا وتكرارا مع الحمل بيكون افضل. هلا مع هالروبورتاج يلي شافه، بطلب منكم يلي بده يسال اسئله يفوت على هالفيديو يحط شير ويسال السؤال اللي بده اياه، وانا جاهز قدر الامكان باللازم. اسئلتكم كثيره، بعتذر عن بعض الاوقات ما بقدر جاوب عليها. هيك مبروك، انا كتير مبسوط انك عم تلجأ الى هالماسكات تكرارا. كيف حسيتي انت؟ اكيد هذا الشيء كتير مهم بالنسبة لإلي، لانه اهم شيء حافظ على بشرتي حتى تضل دايما نضيرة، واكيد جسمي كمان لحتى ابتعد عن مشاكل التشققات. وهيك مثل ما شفتوا العملية جدا بسيطة ما بتأذي، ومدام خوراني كتير مبسوطة. أما اللي حنشوفه هو كيف منقدر نساعدكم ببعض الأجوبة
نجاوب على أسئلتكم بطريقة. كتير ناس عم يسألوا عن الكلف. الكلف هو مشكلة كبيرة، عطول أنا بحكي عن ترطيب البشرة لتجنب الكلف خوفا من حصولها. فاميلا راعي عم بحكيك من أمريكا، جاية حابة إجي على لبنان كرمال محاربة الشيخوخة، وقالوا لي إنك أهم جراح تجميل وبدي أعمل عملية منخاري، أمتى في أجي؟ أكيد يا باميلا هلأ بتشوف الرقم حيظهر عندك على الشاشة وبتقدري تاخدي موعد. الأشياء جدا بسيطة، محاربة الشيخوخة فعلا هذه شغلة كتير مهمة. اليوم بكل المؤتمرات اللي بتصير عالميا محاربة الشيخوخة ومكافحة الشيخوخة هو العنصر الرئيسي يلي كل الطب اليوم متوجه حوله، يلي هو الانتي ايجينج ثيرابي و سيل ريفيتاليزيشن، كيف نقدر نعيد تجديد خلايا البشرة تبعنا، إضافة إلى عملية الأنف اللي هي أصبحت جدا سهلة، بنعملها بالليزر، بتستغرق ربع ساعة لنص ساعة من الوقت باستعمال الليزر وتحسين الانحراف الوتيرة اللي بيكون عادة موجود بالأنف. سلام، وصفة لتكبير الصدر. تكبير الصدر هي شغلة جدا بسيطة. أأمن وأسلم طريقة هي وضع حشوة سيليكونية بالصدر، وأنا مع هيك نوع من العمليات عند السيدات يلي عندهم ضعف وقلة ثقة بنفسهم، لأنه ما بيحسوا بأنوثتهم لأنه ما عندهم صدر. تكبير الصدر هي شغلة جدا سهلة جميلة، وروعة هالعملية إنه تعيد الثقة بالنفس، بتحسس المرأة بكيانها وبوجودها انه هي امرأة لازم تحس بأنوثتها، خاصة الصدر بحسس السيدة بأنوثتها. بعد سن 45 كيف نعالج تصبغات الجلد مع العلم لم أصب بكلف الحمل؟ اكيد اذا كانت البشرة سمرة نقدر اليوم نلجأ للكيو سويتش اند ياج ليزر يلي يمكن شفتوني حكيت عنه بحلقات سابقة عن إزالة الكلف، لكن العناية على طول هي واجب وترطيب البشرة هو إشي رئيسية. وصفة لتكبير الصدر وإدخال الكرش بليز. إدخال الكرش مثل ما بنعرف إذا كان عند السيدات الحوامل بيكون في فتق بالبطن أو تراكمات دهنية، أو بيكون من خلال لايبوساكشن باي ليزر، أو بخلال لايبوساكشن باي ليزر إضافة إلى شد البطن. مشكلتي الحبوب واحترت. الحبوب نقدر نقوي جهاز المناعة بالبشرة باستعمال هيدا نوع الماسك، لكن بيكون له وظيفة تاني يلي بتقدر تقتل البكتيريا، إضافة إلى حقن الكافيار بالبشرة والبيبي سكين لأنه بيقوي جهاز المناعة وبيقضوا على البكتيريا اللي موجودة. Comment éviter la pigmentation de la peau? En fait, l'hyperpigmentation, ça vient de la sécheresse de la peau, de la déshydratation. Il faut bien hydrater la peau pour prévenir l'hyperpigmentation. ما هو أحسن علاج لنضارة البشرة؟ أكيد أنا مع استعمال الكريمات مع شرب الماء واستعمال حقن الكافيار والبيبي سكين. النقاط السوداء وأثار البثور. دكتور، هل يوجد عملية شد البطن في نفس الوقت عملية الولادة؟ أبدا يا أم دانيال نخلي، عملية شد البطن بنفس عملية الولادة عملية فاشلة جدا، وبتمنى أنه الكل يسمعوا هالشي، لأنه اشياء منطقية بفترة الحمل بيكون عنا البيت الرحم بيكون كتير كبير، بنقدر نشيل البيبي لكن بضل بيت الرحم كبير، ما بيضب بين ليلي وضحاها، بده شهرين لحتى يضب مزبوط. وبالتالي كل السيدات يلي لجأوا لشد البطن بفترة الولادة أكيد
تندموا لانه رجعوا عملوا عمليه شد بطن بعد شهرين او ثلاثة اشهر لانه اكيد بتكون فاشل. اما الكلف مدى افعل وشكرا. مثل ما برجع بقول انا الكلف هي مشكله، الوقايه هي خير من قنطار علاج، لكن العلاج بيكمن باستعمال الكيو سويتش اندياج ليزر ومتابعه ضروريه. انا عندي البشره الورديه وصرت اخذ كتير ادويه، مجرد ما وقف الدواء بترجع بتتعب. هوراء الدر، البشره الورديه بنستعملها اليوم الجهاز الوان تيك اللي بيقدر يخلصنا من هالشريين اللي ظاهره على سطح البشره. دكتور عمليه عملت الهايفو مرتين وما شفت نتيجه. ايه بتمنى عليكم تعرفوا انه الهايفو بالنهايه منا عمليه شد وش، يعني انا بلجأ الى استعمال الالتيرا يلي هي اخر جينيريشن يلي بتلعب دور اهم من الهايفو، اضافه الى استعمال الشناجل الفضه. ووقت ما بيكون في ترهل كتير هون اللي بعمله هو شد عضله الوجه والبشره بالعمليه يلي بتقدر تعطي نتائج مذهله، ولتاريخ اليوم ما في شيء بحل محل عمليه شد الوجه. صحيح حضرتك عمل صدر على هيفا وهبي والحنك. سلام لهيفا وهبي، هي من اجمل السيدات. عملية الصدر اصبحت جدا سهلة، والحنك كمان عملية تستغرق وقت كتير بسيط. اللي صار مهم هو بعملية اللي صار مهم بعالم التجميل هو انه العملية اصبحت جدا سهلة. السلام عليكم دكتور، يوجد في منطقة الوجه كلف ومنطقة متعددة من الوجه، ما هو الحل الافضل؟ وسام هيد، الكلف مثل ما قلنا لازم نستعمل كريمات مرطبة، ولو كنا رجال لازم يا وسام نستعمل الكريمات اللي هي بتلعب دور كتير مهم. لو سمحت دكتور، وجهي حيل تعبان وجاف ويقشر، تنصحني بشنو؟ يويو تعبين اكيد في استعمالات مرطبة، الجلو ليفت كتير مهم، واستعمال الشناجل الفضة منخلي البشرة تشد، اضافة الى استعمال البيبي سكين يلي هو شغل كتير مهمة. واذا ناقص شيء منه على عالم الخلايا نستعمل سبيرمالاين يلي بتقدر تنعش وتجدد حياة خلية. علاج تجاعيد يا دكتور وشكرا. حسب وين هن التجاعيد يا توريا، اذا كانوا بمنطقة خطوط الحزن نستعملهم الفيلر، اما اذا كانوا بالجبين نستعملهم البوتوكس، اذا كانوا بالصدر او بالديكولتي نقدر نستعملهم ابر لحتى تقدر تنعشهم، ابر مرطبة. إضافة لهيك بنقدر نلجأ لعلاجات الليزر، أما إذا كان في ترهل كتير وجلد زايد كتير بنلجأ إلى العمليات الجراحية اللي هي أصبحت عمليات كتير مهمة. ما هي فوائد الليزر تحت العيون؟ أكيد عدم الغوص بعملية الجراحية تحت العيون. نقدر بالليزر نتخلص من الشيوب الدهنية المتراكمة من دون جراحة. الدكتور، التخلص من الدقن المزدوج. التخلص من الدقن المزدوج هي شغلة كتير سهلة، بنقدر نعملها بالإبرة أو بالليزر يلي بوقت كتير بسيط بنقدر ندوب كل دهون ونشيلها ونشد البشرة بنفس الوقت. مريوم فهري، كريم ترطيب للعيون والبشرة في الليل دكتور؟ أكيد أنا بستعمل دكتور نادر صعب سويسرلاند يلي اشتغلت عليه للحصول على بشرة بهية ونضرة. السلام عليكم دكتور، علاج خشونة اللحية بعد الحلاقة والجفاف، ولا أستطيع الحلاقة إلا بعد 5 أيام. هون بنقدر نعمل ليزر للتخفيف
الشعر من البشرة، إضافة لاستعمال المرطبات. لكن عند الرجال أنا بفضل الجل المرطب وليس الكريم المرطب، لأنه الكريم بيعطي مادة لزجي على سطح البشرة يلي كتير من السيدات ما بيحبه. عباس عبود سباعي شباعي: نضارة البشرة أكيد هي كتير مهمة نحافظ عليها. جهاد باني هاني: الخشونة اليد. أكيد يا دكتور إذا فيك تعطينا علاج لنصاعد بشرة الوجه وشكرا. أكيد استعمال الكريمات دكتور نادر صعب سويتزرلاند يلي هن كريمات في بقلبهم كافيار وذهب وخلايا جزئية كتير مهمين للبشرة. إذا ممكن الرقم دكتور العيادة، أنا موجود بمستشفى الدكتور نادر صعب ببيروت، أما على رقم التليفون 0961370444. أما في دبي فهو رقم التليفون 0971505155350. يا ويسو كيشو: علاج ترهل البطن بعد الولادة وأثار تمدد الجلد، هيدا بيكون من خلال شد البطن للتقلص من المشاكل اللي نتجت من وراء الولادة. وكرمال هيك كان موضوعنا اليوم انه كيف نتجنب المشاكل اللي بتصير عند المرأة الحامل، اكين تشققات البطن، ترهل الجلد ووجود التشققات بمنطقة الصدر. هيك بنكون اليوم يمكن قربنا لنهاية حلقتنا. الأسئلة اللي قدرت جواب تكون عليها هي أسئلة كتير مهمة، كتير في من الأسئلة ما عم لحق جاوب. ريام صالح: كون لانا حسان لك علمو جوتشي جو سارة ألسيل نور صالح كلكم thank you مرسي لكم. إن شاء الله بقدر جاوبكم بالحلقات المستقبلية. مرسي على استماعكم للأشياء، إن شاء الله تكون الحلقة نالت إعجابكم. بشوفكم جمعة الجاي وتصبحوا على ألف خير. thank you.